سبحان الله. تفضل. الله السد العارف السد عالم الغيب السد. لا إله إلا هو. لا إله إلا السد. عارف أنا خبر الله ولا جماعة. أي نعم. عارف ليش السد كان تصادم السد. تخيل معي لو جي دابا أنت فرض أنت عارفك الله عز وجل مش أنت يعني أي إنسان يتهم نفسه وعارف الله عز وجل أن الإنسان غيدخل النار وجاني شان دخلوا النار حتى حليت عينيك لقيت راسك في جنة. يا ربي ما هذا؟ ماذا أصنع؟ أشنو درت؟ ما درت والو هيك كنت عارفك غدخل النار ودخلتك للنار. هل هذا عدل؟ لا، هو يعلم أنك ستدخل النار بعلمه سبحانه وتعالى أن علمه هو مطلق، لكن خلقك في الدنيا انت اللي كتعمل ماشي هو، ماشي هو اللي كيبزز عليك. دابا انا هزيت هاد القرعه انا غندورها واش الله بزز عليا ندورها؟ انا غندورها وتجي شي اخر. انا اللي اختاريت، كما انا اختاريت اني نعمرها بالماء ونشربها، واحد اخر اختار يعمرها بالشراب ويشربها. فانت اللي كتختار العمل واش معصيه ولا حسنه، وقد يوم القيامه ربي تيحاسبك على داكشي اللي درتي انت، هو ما بزز عليك حتى حاجه. تقول لك انا عارفك كنتي غتدخل النار، ولكن الا حطك نيشان في جهنم غتقول تحتج. علاش خلق؟ علاش ربي حطيتني في جهنم؟ حطني في الدنيا ولا درت علاش عاقبني؟ دابا انا نجي مثلا نجي عند شي كرداد ونقول له وانا عارفك غتسقط وشديته دابا وبقيت كنعطيه بالكروار سلخ 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 سلخ، علاش يتعرفوا غيسقط؟ اش غيقول لي؟ واش عرفتي؟ واسيدي خليني تسقط. انما هذا منهج ما كاينش زعما نضربك حيت غتسقط، ولكن غير كنعطيك مثال. انا مانيش حق نعاقبك على واحد الحاجه انت ما درتيهاش. واش نعاقبك على واحد الحاجه انا عارفك غديرها؟ فرض تخيل معايا الوالد ديالك قبل ما تخرج قالت لك ما تمشيش للبيار، وهي فين ما كتخرج كتخرج هي كتلقاك انت مشيتي للبيار. واش دات قبل ما تخرج شداتك وبقات تعطيك مزيان 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 بالعصا سوقاتك مزيان ومشات. علاش الوالده؟ لا وحيت غتمشي للبيار. لا انا ما كنتش اللي غنمشي للبيار. تخيل معايا داك النهار انت وين كنتي ما تمشيش في البيار؟ على هذلك ما عندكش حق. بالتالي الله عز وجل عدل، من عدله سبحانه وتعالى ما كيجيش كيحطك في جهنم، كيخلقك في الدنيا تقول لك اعمل. وزيد انت الانسان دابا كيحتاج علاش انا غندخل الجنه؟ انت باش عرفتي راسك غتدخل الجنه؟ وكون حطك ربي في الجنه نيشان بلا ما يخلقك كان غيعجبك الحال، هذيك زوينه هذيك كيعجبك الحال، ولكن الجزاء من العمل. دير علاش تستحق، دير علاش تستحق. مالا